تعالوا بقى نروح لحضرات لي اخبار مجلس اداره النادي الاهلي، طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب اللي اجتمع بالامس في يعني اجتماع مهم جدا الحقيقه لمناقشه العديد من الملفات، من بينها متابعه العمليه الانشائيه في مقر النادي بالجزيره وكمان فروع مدينه نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس، ده الى جانب الموافقه على الاستعداد لتجهيز الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. كل سنه وكل حضراتكم طيبين يا رب، وكمان الاحتفال بانتصارات اكتوبر في الافرع الثلاثه، غير بعض الامور الاخرى المتعلقة بالقطاع القطاعات المختلفة وكمان الفرق الرياضية المختلفة. وحلو انه على طول واول باول اي مستجدات بنعرفها لحضراتكم، زي ما حلو برضو من مجلس إدارة النادي الأهلي انه يعني بيقف على كل كبيرة وصغيرة في كل فرع من الفروع، ولو في اي عقبة بيعمل جاهدا على تذليلها، شيء محترم جدا. من ضمن برضو قرارات اجتماع امس يا كريم، تم تكليف الاستاذ العمري فاروق برئاسه بعثه فريق هنا الكره في تونس ليقود بقى المباراه، مباراه الفريق امام اتحاد المنستيري، وكلمنا عن المباراه دي كتير جدا في ذهاب دور 32 لدوري ابطال افريقيا، وتكليف كمان المهندس خالد مرتجي رئاسه بعثه رجال اليد في بطوله افريقيا في تونس، وتكليف الاستاذ طارق انديل برئاسه بعثه رجال السله في الكويت لخوض البطوله العربية، ومحمد سراج رئيسا هيكون لبعثة رجال يد الأهلي في كأس العالم برضو للأندية بالسعودية. يعني على كل حال بالتوفيق، احنا عندنا مهمات كتيرة كذا مهمة في الفترة اللي جاية. خلينا نروح عشان احنا كده اتكلمنا سريعا، بس نروح نعرف القرارات دي بالتفصيل ونرجع نكمل. كل التحية مشاهدينا الكرام وجمهور النادي الأهلي في كل مكان عبر شاشة قناة النادي الأهلي وأيضا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. نستعرض في الدقائق القادمة أهم وأبرز قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه المهم المنعقد بمعقل النادي الأهلي بالجزيرة يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي. القرار الأول هو الموافقة على اعتماد تكليف السيد العمري فاروق العمري نائب رئيس النادي برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تونس خلال الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر المقبل إن شاء الله، لبدء رحلة بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في دور الـ 32. كل الأمنيات الطيبة إن شاء الله أن تكون بداية موفقة ويعود النادي الأهلي إلى منصات التتويج بالبطولة 11 إن شاء الله بعد عدة أشهر من الآن. اثنين، اعتماد تكليف أيضا المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة اليد خلال الفترة من 28/9 إلى 10/10 إلى تونس للمشاركة في البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري رقم 43. كل التوفيق لرجال كرة اليد في هذه المهمة الأفريقية أيضا. كذلك اعتماد الموافقة على تكليف الأستاذ طارق قنديل عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة السلة المشارك في البطولة العربية لكرة السلة خلال الفترة من 3 إلى 16 أكتوبر المقبل بإذن الله. كل الأمنيات الطيبة أيضا للفريق الأول لكرة السلة. القرار الرابع هو اعتماد تكليف المهندس محمد سراج عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة اليد التي تشارك في كأس العالم للأندية بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر المقبل بإذن الله. كل الأمنيات الطيبة بتمثيل مشرف للفريق الأول لكرة اليد، يعني عنده مهمة أفريقية ثم مهمة عالمية خلال الشهر القادم بإذن الله. خمسة، تم اعتماد قرار الكابتن محمود الخطيب بصفة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والقاضي بتكليف يعني إحدى الهيئات الوطنية بتوريد وتركيب الألعاب المتميزة الخاصة بحدائق الأطفال في المقر الجديد للنادي الأهلي بالقاهرة الجديدة في التجمع الخامس، وكذلك توريد تجهيزات غرف خلع الملابس بالتجمع الخامس، خاصة أنه الفرع بيشهد الآن حركة دؤوب تتعلق بتجهيز المكاتب والأثاث الخاص بالمنظومة الإدارية والأجهزة الفنية مثل الحاسب الآلي وغيره، وأيضا منطقة الحدائق وتنسيقها أو ما نطلق عليه الأوت دور استعدادا للافتتاح خلال أسابيع قليلة بإذن الله. سيكون يعني فرع يليق بأعضاء النادي الأهلي ويشار إليه بالبنان وعلى غرار المعقل التاريخي للنادي بالجزيرة، وأيضا فرع النادي الأهلي بمدينة نصر وكذا فرع الشيخ زايد. التجمع الخامس قريبا
يعني صرح كبير وعملاق يضاف إلى إنشاءات النادي الأهلي وإلى صروح النادي الأهلي وتستمتع به عائلة النادي الأهلي بإذن الله. تم أيضا الموافقة على بدء توريد أو اعتماد بدء توريد ملابس الرياضية الخاصة ببراعم قطاع الناشئين لكرة القدم، ووافق المجلس أيضا في هذه الجلسة المهمة على المقترحات المتعلقة ببرامج الأنشطة الخاصة باحتفالات النادي الأهلي اللي بيحرص الحقيقة على تنظيمها كل عام في ذكرى انتصار أكتوبر المجيد. هناك العديد من الاحتفالات والفعاليات خلال شهر أكتوبر إحياء وفخرا بهذه الذكرى الغالية على قلب كل مصري، ذكرى انتصار أكتوبر المجيد بإذن الله، وأيضا اعتماد الاحتفالات والأنشطة المتعلقة بإحياء ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم المولد النبوي الشريف. كل سنة وحضراتكم طيبين. الحاجات المهمة الحقيقة والمتعلقة بالإنشاءات والطفرة العظيمة اللي بيشهدها المقر الرئيسي وفروع النادي في كل المجالات، تم تكليف المجموعة الاستشارية شاكر بالإشراف على مشروع تطوير حمام السباحة الخاص بالتربية والتعليم اللي النادي الأهلي له حق انتفاعه، ليستقبل على الفور أعضاء النادي الأهلي بالجزيرة اللي بيرتادوا مقر النادي الأهلي فقط في الجزيرة، نظرا ل يعني عدم قدرة الحمام الرئيسي الموجود في الجزيرة على استيعاب الأعضاء. فكان فلسفة المجلس وهو إيجاد مكان بديل هو حمام التربية والتعليم اللي للنادي الأهلي حق استغلاله، إن شاء الله يتم تجهيزه على أعلى مستوى ويستقبل أعضاء النادي الأهلي بالجزيرة. أيضا تم تكليف المكتب الاستشاري الهندسي صبور بعمل التصميمات والمواصفات الفنية الخاصة بإحلال وتجديد عدد ملعبين لكرة القدم لجيل صناعي لبدء طرحهم في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. عملية الإحلال والتجديد مهمة جدا بالذات للملاعب النجيل الصناعي، وليبقى هذا الفرع الحقيقة من الفروع المتميزة بإنشاءاته وملاعبه المتميزة. أخيرا تم تكليف أيضا المجموعة الاستشارية الهندسية شاكر بالإشراف على تصميم وإنشاء المدرج الخاص بملعب 4 لكرة القدم الموجود في مدينة نصر أمام حمام السباحة. ده ملعب الحقيقة من الملاعب المتميزة جدا، وقطاع الناشئين يعني والإدارة بذلوا فيه جهد كبير جدا لتطويره لاستقبال المباريات الرسمية عليه الخاصة بقطاع الناشئين وأيضا تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. إن شاء الله سيتم إنشاء مدرج بمواصفات فنية دقيقة في ملعب 4 بمدينة نصر. أيضا المجموعة الاستشارية شاكر ستقوم بعمل الدراسات الخاصة بتقديم المواصفات الفنية لمحولات الربط الكهربائي بمقر النادي بالجزيرة. وعلى الرغم من هذه الظروف الحقيقة لكن العمل لا يتوقف في الجزيرة مدينة نصر في الشيخ زايد، وقريبا بإذن الله التجمع الخامس لتكون هناك منشآت وملاعب رياضية تليق بعائلة النادي الأهلي وبأعضائه. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، كل التوفيق للنادي الأهلي بجماهيره الكبيرة والعريضة، دائما النادي الأهلي في المقدمة ومصر الوطن الأكبر يجمعنا جميعا تحت مظلته.